بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. سبحانك اللهم أنت الواحد الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. أيا من جل عن كيف وأين، وعن ند وعن ولد ووالد. ملكت الكائنات بحسن صنع، وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت، ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني، فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون، إذا نزلت به القرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فليس يضير إن غضب الأنام. فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج قربة القلب الشدي. وكم أمر تساء به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي. ولا تجدع إذا ما ناب خط، فكم لله من لطف خفي. وإن ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في الكون من آياته، عجب عناب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إن حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أغداك. قل للمريض نجا وعوفي، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علته، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من الذي أهواك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عائلات عوض الله الأكرمين، تكريما للراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه، عميد عائلات عوض الله المرحوم الحاج إسماعيل عوض الله،
ومشاركة لأبنائه الكرام حاج شريف عوض الله، أستاذ عمرو عوض الله، الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء مشاركا واجب العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالنار تكفيه. هيا بنا نعيش مع الإمتاع والاستمتاع، مع دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت. قارئ وهبه الله مزمارا من مزامير آل داود، تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآدابه، سفير من سفراء القرآن الكريم، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، نقيب قراء محافظة الفيوم، قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، العلم القرآني الإذاعي الكبير، صاحب الصوت الندي والأداء الشديد الذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، شيخنا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة ليمتعنا بدقة أدائه وجماله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام.
مدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا
ألم تر كيف ضرب الله بمثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكلها كل حين بإذن ربنا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين رزقناهم سرا وعلانية
خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري
وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
سخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر حائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد غفور رحيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا السماء.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ربنا ليقيم الصلاة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا
بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إسماعيل وإسحاق إن رب
اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي عني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت من سورة إبراهيم
تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي نقيب قراء محافظة الفيوم قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة والذي تشرف به الليالي القرآنية صاحب الصوت الندي والأداء الشدي فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم فقيد عائلات عوض الله الأكرمين حاج إسماعيل عوض الله عميد عائلات عوض الله تقدم باسم أبنائه الكرام باسم الحاج شريف عوض الله أستاذ عمرو عوض الله باسمهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء مشاركا واجب العزاء شاكرا الهندسة الإذاعية الشكل الهندسية للصوتيات من تقول الإذاعات الخارجية مهندس محمد الشربي المقيم بالمنصورة بمحافظة الدقهلية أشكر الهندسة الكهربائية محطات ديزل الكبرى ومعرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية وقصور الضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية قصر الضيافة المنظم والمرتب خازن فراشة الكبرى خازن أولاد مكي تحت إدارة حاج جلال عبد العزيز المقيم بمتشنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية أشكر لمصور هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت قناة الجعبري القرآنية مخرج الحفلات الدينية والمقيم بدنبيب مركز ميدغم شاكرا خدمات الفندقية متر صلاح العزب والمقيم بالسبلوي أيها الجمع الكريم شكر الله سعيكم جميعا.